أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم أحمد القواسمي من محافظة قنا في ختام المراجعات النهائية التي تقدمها صفحة أهل مصر لطلاب الثانوية العامة. نلتقي اليوم مع الأستاذ عماد عيسى خبير أول مادة الفلسفة للمرحلة الثانوية العامة ليقدم لطلاب الثانوية العامة وبالتحديد الشعب الأدبية مراجعة ليلة الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق التي سيعقد امتحانها غدا في ختام امتحانات وماراثون الثانوية العامة، فتابعونا. تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبابي طلاب الثانوية العامة، اليوم ينتهي ماراثون الثانوية العامة وقطار الثانوية العامة يصل إلى مرحلته الأخيرة بإذن الله. نتمنى التوفيق والسلامة للجميع ونبدأ في مراجعة مادة الفلسفة، آخر مادة للشعب الأدبية بإذن الله. هنبص نلاقي المادة بتاعتنا حسب سلسلة جريدة أهل مصر. نشكر الأستاذ أحمد القواسمي ورئيس تحرير الجريدة على الجهد المبذول، ونبدأ نشوف المواصفات الورقة الامتحانية لمادة الفلسفة. عندنا 46 سؤال مقسمة كالتالي: 23 سؤال فلسفة و 23 سؤال منطق. سؤال فلسفة منهم 22 سؤال اختيار متعدد وسؤال مقالي. الوزن النسبي لموضوعات الفلسفة الأربعة، هتبص تلاقي فلسفة البيئة عندي 7 أسئلة، البيوتيقيا عندي هتلاقي 7 أسئلة، أخلاق المهنة هتلاقي 4 أسئلة، التفلسف وعلاقته بالقيم بنلاقي 5 أسئلة. ونشوف المنطق كده، هلاقي المنطق هيتكون من 23 سؤال منهم 22 سؤال اختيار متعدد وسؤال مقالي. الوزن النسبي للموضوعات الأربعة حسب المواصفات الأخيرة للنموذج الاسترشادي للوزارة والتعديلات الأخيرة اللي حصلت عليه، هنلاقي الاستدلال الاستقرائي فيه 7 أسئلة، الاستدلال الاستنباطي هنلاقي 6 أسئلة، التكامل بين الاستقراء والاستنباط 5 أسئلة، المنطق وتكنولوجيا الاتصال هنلاقيهم 5 أسئلة. جملة الأسئلة بتاعت المنطق 23 سؤال، ونركز على سؤال المقالي. عموما متوقع سؤال المقالي في المنطق يجي من الموضوع الثاني منطق، ألا وهو ممكن يقول لي ازاي تكون حجة، أو ممكن يجي من الصياغة الرمزية. نشوف كده أسئلة ونماذج الأسئلة ونبدأ بالفلسفة. نشوف السؤال اللي قدامنا ده: العمل على توعية كافة الأفراد بالطرق التي يتم بها الحفاظ على البيئة وحمايتها، والبحث في الطرق التي تساعد على تغيير سلوكيات البشر تجاه البيئة. نستنتج من ذلك دور، عندنا دور المنظمات التطوعية في حماية البيئة، حددت 3 مداخل: مدخل الاقتصاديين، ومدخل أصحاب القرار، ومدخل خاص بها هي اللي هو مدخل المنظمات التطوعية. السؤال هنا بيتكلم عن إيه؟ توعية، مين اللي بيقوم بالتوعية؟ السن التشريعات، لو بصيت في الاختيارات هتلاقي السن التشريعات هنا ملائم لمين؟ لأصحاب القرار. اعتماد برامج التربية البيئية للمنظمات المداخل التطوعية، الاستعانة بالشركات المتخصصة في حماية البيئة ده مدخل الاقتصاديين، تخصيص جزء من الموارد لحماية البيئة ده مدخل الاقتصاديين. يبقى أول حاجة تعملها تبص في ديباجة السؤال، تبص في مطلوب السؤال والاختيارات الثلاثة عشان ما يحصلكش التشتت. بص في الاختيارات الثلاثة كده معاك، هتلاقي أنا بقدر أحذف إجابتين اللي هما الاستعانة بالشركات المتخصصة في حماية البيئة اللي هي بتتكلم على مدخل الاقتصاديين، تخصيص جزء من الموارد اللي هو مدخل الاقتصاديين، يبقى عندي كده فرصة في إجابتي، أختار ألف ولا باء؟ نشوف الإجابة كده زي ما أنت بتفكر بالظبط، هتلاقيها إعداد برامج التربية البيئية اللي هي التوعية، القيام بالتوعية من خلال إعداد برامج التربية البيئية. نشوف سؤال تاني: حالة معها يتنفس المريض بدون أجهزة، وإن احتاجت لها فتكون، وإن احتاجت الحالة لها فتكون حاجتها مؤقتة وليست دائمة، ومعظم من يصاب بها تكون فيها الدورة الدموية بدون تدخل طبي إلا قليلا. السؤال ده بيجي في موضوع البيوتيقيا، تشير العبارة السابقة إلى أحد القضايا الفلسفية، الفلسفة الأخلاقية في ميدان الطب، وهي حالة نباتية
موت الدماغ، زرع الاعضاء، الاستنساخ. هو انا لو بصيت في دماغي في الصور هتلاقيه مفيش اعضاء بتتزرع ولا نقل عضو من الاخر ولا بيع اعضاء ولا تجاره اعضاء، يعني استبعدها. مفيش استنساخ الا ليه اسم عندنا في المنهج، يعتبر الاستنساخ اسمه التكاثر لا جنسي او اسمه التوالد الذاتي، ومفيش سؤال عن الاستنساخ في متن السؤال او مضمونه. هنبص كده قدامي اختيارين، يا حاله نباتيه في موت الدماغ. هتلاقي هنا المريض طالما بيتنفس تنفس طبيعي اذا هو في حاله نباتيه وليست موت الدماغ. الحاله النباتيه ملحوظه تعتبر حاله غير قاتله في حد ذاتها، اما موت الدماغ يعتبر حاله قاتله، وده الفرق ما بين الحاله النباتيه وموت الدماغ. الحاله النباتيه بتنتهي بيموت فيها الانسان، بيكون الانسان تحت اجهزه تنفس اصطناعي. تنفس ايه؟ اصطناعي. اما الحاله النباتيه فبتكون في اجهزه داعمه للحياه اللي هي المحاليل، ويكون دايما في غيبوبه، وده الفرق ما بينهم. نبص للسؤال الثالث. أكدت الأبحاث الاقتصادية الحديثة بضرورة تعزيز المبادرة الفردية والمناقشة وحرية التجارة بوصفها الوسيلة الفضلى لتحقيق أكبر قدر من الثروة والسعادة. شوف الاختيارات تؤكد العبارة السابقة على: ينبغي التوفيق بين المصلحة العامة والخاصة، جذور العبودية قائمة في الطبيعة، قيمة الإنسان تستمد من قيمة عمله، التعاون أساس المدينة الفاضلة. متن السؤال بيتكلم على أبحاث اقتصادية تعزز المبادرة الفردية ومناقشة وحرية التجارة. ناس كتير حسب فكرة المفاتيح هيقول التجارة يقول الإجابة ابن خلدون. لا، هنا حرية التجارة، ابن خلدون اتكلم على أخلاق التجارة مش حرية التجارة. تعال نشوف إجابة السؤال إيه؟ هنلاقيها ينبغي التوفيق بالمصلحة العامة والخاصة اللي هي مين؟ آدم سميث. أما جذور العبودية قائمة في الطبيعة ده كلام أرسطو. قيمة الإنسان تستمد من قيمة عمله ده كلام ابن خلدون. التعاون أساس المدينة الفاضلة ده كلام الفارابي. هنلاقي العبارة تنطبق كده، متن العبارة ينطبق مع التوفيق بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وده فكر آدم سميث. نشوف السؤال الرابع. يعرف مسكويه السعادة النفسية بأنها سعادة خلقية تمكن الإنسان من أن يعيش هانئا حسب أصول الفضيلة، والتي تهدف إلى تحقيق انسجام الإنسان مع تصرفاته ومع غيره. ينسجم التعريف السابق مع اهتمامات علم. انا عندي في مجال في الباب الرابع فلسفه، او الموضوع الرابع فلسفه، التفلسف وعلاقته بالقيم، ما اتكلم على ثلاث علوم: علم المنطق، وعلم الاخلاق، وعلم الجمال. كل علم من العلوم الثلاثه بيدرس قيمه من القيم اللي هي قيمه الحق وقيمه الخير وقيمه الجمال. عندي قيمه الحق بيدرسها علم المنطق، ودي بتحكم على الاقوال. علم الجمال بيدرسها علم الجمال، وليه اسم تاني اسمه الاستطيقية، ومع يدرس الاشياء. الاخلاق بقى القيمه بتاعتها اسمها قيمه الخير، ومع تتعلق بالافعال. السؤال اللي قدامنا فضيله يعني فعل خلقي، يعني عشان كده قال لك انسجام الانسان مع تصرفاته، والتصرفات دي تعتبر فعل، تعتبر ممارسه، يبقى بكده هنختار علم الاخلاق. نشوف السؤال الخامس. يقول لافوزيه، احنا كده هنا اتجهنا للجزء الثاني من المنهج بتاعنا وهو المنطق. يقول لافوزيه: هذه الافتراضات التي ما برحت ان تتناقلها الاجيال جيلا بعد جيل تكتسب وزنا اضافيا من تأييد الثقات لها الى ان تقبل اخر الامر كحقائق اساسيه من جانب العباقره. متن السؤال بيتكلم عن الافكار. الافكار دي ما تأثر فينا، نتقبل الافكار دي من غير نقد، بدون تمحيص. متن السؤال بيقول كده. تعال نشوف الاختيارات. اوهام الجنس البشري، طبعا اوهام الجنس البشري ليها اسم ثاني اسمها اوهام القبيله، ودي ما تتعلق بالانسان لما يكون في بعقل الانسان والميل الى التعميم دون الالتفات الى الحالات المعارضه. طب نشوف الاختيار الثاني. اوهام الكهف، اوهام الكهف متعلق بالانسان، بطبيعه الانسان الشخصيه
لكل واحد مننا كهف خاص به، ومتن السؤال ما بيتكلمش عن اوهام الكهف. اوهام المسرح تتعلق بتقبل افكار الاخرين دون نقد او تمحيص. اوهام السوق بتتعلق باللغه، تتعلق باللغه، وهذا ما اصاب الفلسفه بالجمود والسفسطه. لنجد اجابه السؤال، متن السؤال، افتراضات تتناقلها الاجيال جيل بعد جيل، هنطبق ذلك ونشوف الاجابه عن اوهام المسرح. نشوف السؤال السادس. السؤال السادس ده الاستنتاج بان الهواء هو سبب سماع الاصوات، لان مع انعدام وجود الهواء ينعدم سماع الاصوات. يعبر ذلك عن احد طرق ميل، وهي السؤال هنا بيتكلم على طرق التجريبيه اللي حددها الفيلسوف والمفكر جون ستيوارت ميل، وهي خمس طرق: طريقه الاتفاق، طريقه الاختلاف، طريقه التلازم في التغير، طريقه البواقي، طريقه الجمع بين الاتفاق والاختلاف. الاستنتاج بان الهواء هو علة سماع الصوت، لما يكون في هواء يبقى في صوت، يبقى لو وقف السؤال لحد هنا يبقى هنا طريقه الاتفاق. العله تدور مع المعلول وجودا، اذا وجدت العله وجد المعلول. طب نكمل النص الثاني بتاع السؤال، لان مع انعدام وجود الهواء ينعدم سماع الصوت، اذا اي حاله فيها انعدام فيها ازاله، هنا هنشوف الاجابه طريقه ايه؟ طريقه التلازم في القيام. نشوف السؤال اللي بعده. كل الطيور ثدييات، كل الاشجار طيور، كل الاشجار ثدييات. هنبص هنلاقي دي في المثال عندي يجسد المثال السابق على، او نستدل من المثال السابق على حجه استقرائيه تقليدي ولا حجه استقرائيه معاصره، ولا حجه استنباطيه تقليديه ولا حجه استنباطيه معاصره. اولا ازاي نعرف الحجه دي تقليدي ولا معاصر؟ وازاي اعرف الحجه الاستقرائيه ولا استنباطيه؟ الحجه الاستقرائيه بتتعامل ازاي في الاستقراء التقليدي؟ مع تنتقل من الجزء الى الكل. الحجة الاستنباطية مع تنتقل من الكل إلى الجزء. الحجة اللي قدامنا لا من كل الجزء ولا من جزء الكل. الحجة اللي قدامنا تعتبر تفسير معاصر، يبقى كده أنا هستبعد اختيارين، الحجة الاستقرائية التقليدية مستبعدة والحجة الاستنباطية التقليدية مستبعدة. قدام اختيارين، استقراء ولا استنباط معاصر. بص هتلاقي الحجة مكونة من مقدمتين والنتيجة هتلاقيها استنباطية معاصرة. نشوف السؤال الثاني. هناك بعض القوانين المتعددة المتعلقة بنوع معين من الظواهر غير مترابطة، أي العلاقة بين قانون وآخر غير واضحة. مهمة الفرض بالضاد هنا تقديم تفسير لتلك القوانين، تجسد العبارة وظيفة الفرض. نشوف الاختيارات. الفرض اللي بيقدم تفسير للقوانين، هل هو فرض سوري ولا تجريبي ولا تقليدي ولا مباشر؟ الفرد اللي بيقدم تفسير لظواهر معينه بس، تفسير لظواهر، ده فرد مباشر اللي هو في المنهج الاستقراء التقليدي. اما الفرد اللي بيقدم تفسير لقوانين هو فرد سوري. وعندي كده نبص الاجابه هتطلع لي فرد ايه؟ سوري. مع التركيز في الاختيارات الثلاثه، في الاختيارات الاربعه هتلاقي الفرد المباشر والفرد التجريبي والفرد التقليدي التلاتة بمسمى واحد للمنهج الاستقرائي. أما المنهج الفردي الاستنباطي أو المنهج اللي تتكامل فيه الاستقراء مع الاستنباط، هنلاقي الفرد سوري، أي أنه فرد من الدرجة الثانية. شوف السؤال التاسع ده في الموضوع الرابع منطق، وهو المنطق وتكنولوجيا الاتصال. بيتكلم هنا عن الذكاء الاصطناعي، قدرة الذكاء الاصطناعي للتوصل لحل المسائل في حالة عدم توفير جميع البيانات اللازمة وقت الحاجة لاتخاذ القرار. الذكاء الاصطناعي يقدر يوصل لحل لما تكون المعلومات بتاعتي مش مكتملة، يبقى الذكاء الاصطناعي ده تشير العبارة إلى، نشوف الاختيارات. المنطق ده رتيب ولا منطق مرن ولا تفكير غير رتيب ولا تفكير رتيب؟ بص كده معايا في السؤال، ما يقول لك الذكاء الاصطناعي قدرته للتوصل لحل المسائل في حالة عدم توفير جميع البيانات اللازمة وقت الحاجة لاتخاذ القرار. يبقى البيانات وقت الحاجة، يبقى هو ما يقفز على الشيء المستنتج، هنلاقي هنا تفكير وهنا تفكير غير رتيب.
تفكير هنا تفكير غير ايه؟ رتيب. زي الآلة الحاسبة بالظبط، لما تديها موضوع، لما تديها مسألة حسابية بتلاقيها بتجيب لك الناتج على طول. يبقى هنا تفكيرها تفكير غير رتيب، والآلة الحاسبة تعتبر ذكاء اصطناعي. شوف السؤال العاشر. هنلاقي السؤال العاشر ده جاء من الخلية التي تؤخذ منها النواة بغرض الاستنساخ. السؤال ده في موضوع البيوتيقيا، أخلاق الطب. الخلية التي تؤخذ منها النواة بغرض الاستنساخ خلية ناضجة، يعني كاملة النمو ومكتملة النمو، تليها مرحلة تلف. أكيد لما بيكتمل النمو ويبدأ مرحلة التلف بتعوض بخلية جديدة من الجسد الأصلي، من الجسد الأصلي، الأمر الذي ينعكس على هدم النواة. تنتقد العبارة السابقة أحدى الآثار السلبية المترتبة على الاستنساخ البشري. من المعروف أن الاستنساخ البشري عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكاثر لا جنسي، تكاثر ذاتي، يعني بيستنسخ ياخد النواة، ياخد النواة ويستنسخ ويحطها في بويضة مفرغة، بويضة مفرغة النواة عشان يكون كائن بنفس الصفات، كائن بنفس الصفات بنفس المواصفات. يبقى كده التهديد بالفقر البيولوجي، مشاكل استنساخ عديده منها التهديد بالفقر البيولوجي والحرمان من عائله حقيقيه والقضاء على مفهوم الوالديه والتعرض للشيخوخه المبكره. امتى نختار التعرض للشيخوخه؟ وامتى نختار القضاء على مفهوم الوالديه؟ وامتى نختار الحرمان من العائله والتهديد بالفقر البيولوجي؟ التهديد بالفقر البيولوجي هنختارها لما يكون في متن السؤال فصل الانجاب عن الجنس، عشان كده الانجاب ما يكون ما بين خليه جسديه وخليه جنسيه. الخليه الجسديه اللي هي النواه، والخليه الجنسيه اللي هي البويضه، الجسديه اللي هي البويضه. طب التهديد بالفقر البيولوجي لما اقول فصل الانجاب عن مين؟ عن الجنس. الحرمان من عائله حقيقيه لما اقول لك الشخص المستنسخ ده اتولد بدون اب، خدها حرمان من عائله حقيقيه. طب القضاء على مفهوم الوالديه لما اقول لك الحرمان مؤسسه الاسره، مؤسسه الاسره الاب والام، لو جيت في مد السؤال الحرمان من الاب والام يبقى هنا قضاء على مفهوم الوالديه، حرمان من اب بس يبقى الحرمان من عائله حقيقيه. فصل الانجاب عن الجنس خدها فقر بيولوجي، لان الشخص المستنسخ في الفقر البيولوجي ما يكون بنفس الصفات النواه، يبقى فقير بيولوجيا، ما حدش مد باي صفات اخرى. التعرض للشيخوخه المبكره لان النواه بتتهدم، فبالتالي نشوف الاجابه هتلاقيها التعرض للشيخوخه المبكره. نظرا لضيق الوقت، مراحل تعامل الانسان مع البيئه، ازاي تتصرف في سؤال مراحل تعامل الانسان مع البيئه؟ مراحل، مرحلة ايه؟ أول مرحلة اسمها مرحلة التقديس والتعليل، مرحلة اسمها مرحلة ايه؟ التقديس والتعليل. مرحلة التقديس والتعليل دي ايه؟ وجد الإنسان نفسه أمام بيئة موحشة لا يستطيع السيطرة عليها. إذا ما سيطرش على الإنسان على البيئة يبقى كده نسمي المرحلة مرحلة ايه؟ الخضوع والخنوع. وممكن نسميها ايه؟ الانسان في المرحله دي كده ايه؟ سلم للظواهر الطبيعيه، للظواهر الايه؟ الطبيعيه، ينفع نسميها مرحله التسليم للبيئه، وينفع نسميها مرحله الخضوع والخنوع للبيئه، ينفع نسميها مرحله ايه؟ التقديس والتأديب. المرحله التاليه اسمها مرحله التفسير والتوظيف، التفسير ومين؟ والتوظيف، دي ارتبطت بالحضاره اليونانيه، الحضاره الايه؟ لما فسر ارسطو الارض بانها مركز للكون، مركز لمين؟ للكون، يبقى كل ما فيها مسخر لخدمه الانسان، عشان كده المرحله دي من خلال الشرح اللي تحت منها هنسميها اكثر من اسم، مرحله التفسير والتوظيف حضاره يونانيه، فسر ارسطو الارض بانها مركز الكون، وكل ما فيها مسخر لخدمه الانسان هنسميها مرحله المركزيه البشريه، مرحله المركزيه الايه؟ البشريه. ليها اسم تاني، المرحله دي تعلقت بالتامل النظري، التامل ايه؟ النظري، لان الناس خدوا فكره ارسطو، التامل النظري، ارتبطت بالفلاسفه اسمهم الفلاسفه الطبيعيين، الفلاسفه الايه؟ الطبيعيين، يعني ايه فلاسفه طبيعيين؟ يعني فكروا في طبيعه الوجود. من ضمن الفلاسفه الطبيعيين طاليس والكسندريدس وهيراقليتس، منهم مرات اصل الوجود للماء، ومنهم مرات اصل الوجود للهواء، ومنهم مرات اصل الوجود للنار، ومنهم مرات اصل الوجود للعناصر الاربعه.
المرحلة التالتة. المرحلة التالتة اسمها مرحلة ايه؟ مرحلة الاستغلال والسيطرة. هو مين اللي استغل مين؟ هو الإنسان استغل البيئة وسيطر عليها، ليه؟ لخدمته وتحقيق رفاهيته، خدمته تحقيق ايه؟ رفاهيته. المرحلة دي ارتبطت بالمنهج التجريبي، بالمنهج ايه؟ التجريبي. المنهج التجريبي امتى ظهر المنهج التجريبي؟ ظهر المنهج التجريبي على يد بيكون وديكارت في العصر الايه؟ في العصر الحديث. بيكون وديكارت في العصر الايه؟ الحديث. المرحله دي نقدر نسميها مرحله العصر الحديث، نقدر نسميها مرحله المنهج التجريبي، نقدر نسميها عشان الانسان استفاد من البيئه او استفاد من الطبيعه دون خلل. يعني ايه دون خلل؟ دون اثار سلبيه. لما تلاقي الانسان استفاد من البيئه من غير اثار سلبيه يبقى هنا في مرحله استغلال وسيطره. زي لما نيجي على الجبال والرمال في الجبال ونصنع منها الجزاز، الجبال ما والبيئة ما ضرتش الطبيعة بل استفدت منها، يبقى الاستفادة دون آثار سلبية تبقى مرحلة استغلال وسيطرة. المرحلة الرابعة اسمها مرحلة القهر والاستبداد. مرحلة القهر والايه؟ استبداد. في مرحلة القهر والاستبداد الإنسان ارتبطت دي بالتقدم العلمي المبهر، بالتقدم العلمي المبهر. استطاع الإنسان بالتقدم العلمي المبهر أن يقهر البيئة. وما معنى قهر البيئة؟ إن خلى البيئة عملت شيء غصب عنها، زي ما انا بنزرع او فاكهه في غير الاوان بتاعها، او نجيب فاكهه في غير الاوان بتاعها، زي الصوات الزجاجيه اللي ما نعملها، بتطلع الحاجه هي عديمه الطبيعه، لانها انتجت غصب عنها. فنلاقي مرحله القهر والاستبداد ارتبطت بالتقدم العلمي المبهر، عشان كده اسم المرحله دي ممكن نسميها مرحله تدمير وتخريب. مرحله تدمير وايه؟ وتخريب البيئه، مرحله اختلال التوازن البيئي. ممكن نسميها بعد كده المرحله الخامسه اسمها مرحله الاحترام والصون، او ما قال عليها الصون والاحترام. المرحله دي امتى ظهرت؟ هي التي المرحله التي نحياها الان، يعني في الوقت المعاصر. انتبه فيها الفلاسفه والعلماء والمفكرون للاثار السلبيه للتقدم العلمي. يبقى لما يجيب لي اثار سلبيه للتقدم العلمي زائد انتباه هنختار مرحله احترام وصون. آثار سلبية للتقدم العلمي بس هنختار قهر واستبداد. استفادة من البيئة من غير خلل هناخد استغلال وسيطرة. نشوف سؤال، نشوف الحجة الاستقرائية والحجة الاستنباطية. إزاي نكون حجة لو جاني السؤال مقالي طريقة تكوين الحجة؟ ممكن أقول إيه؟ كون حجة استنباطية صحيحة، كل قضاياها صادقة، كل قضاياها ايه؟ صادقة. الحجة الاستنباطية كل قضاياها صادقة. المعروف الحجة الاستنباطية ثلاث قضايا مقدمتين ونتيجة. لو قلت كل إنسان فاهم، دي قضية ومقدمة أولى، صادقة ولا كاذبة؟ صادقة، بعرفها إزاي؟ بالرجوع للواقع. طيب سقراط إنسان، قضية صادقة ورجوع للواقع. طب النتيجة إزاي؟ أنا بجيب النتيجة إزاي؟ أحسب الحد الأوسط اللي هو الطرف المشترك في المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى، وتطلع لي النتيجة سقراط فاهم، دي صادقة. الحجة دي صحيحة ولا باطلة؟ الحجة بقول عليها صحيحة ولا باطلة إذا كانت النتيجة تلزم على المقدمات، يعني إذا كانت اللي في النتيجة تحت موجود في المقدمات يبقى هنا الحجة صحيحة. لو في النتيجة مش موجود في المقدمات الحجة هتبقى باطلة أو فاسدة. أما هنا القضية بحكم عليها صدق أو كاذبة. بعرف إزاي صدق أو كاذبة؟ برجع للواقع. شوف مثال تاني، تكوين حجة استنباطية. تكوين حجة استنباطية كل قضاياها كاذبة والحجة صحيحة. كل الفاكهة خضروات، دي قضية ولا حجة؟ دي قضية نحكم عليها بالصدق أو الكذب. صدق ولا كذبة؟ ألاقيها كاذبة. رجعنا للواقع، مش كل الفاكهة خضروات. طب كل الأسماك فاكهة، القضية دي كاذبة والرجوع للواقع. هنحسب الحد الأوسط اللي هو كلمة فاكهة، طلع النتيجة كل الأسماك
خضروات كاذبا. هذه الحجه صحيحه بالرغم من كذب كل قضاياها، كذب المقدمه الكبرى والمقدمه الصغرى وكذب النتيجه، بالرغم من كده الحجه صحيحه لان النتيجه تلزم عن المقدمات. نشوف حجه فاسده. حجه فاسده، كل قضاياها صادقه، كل انسان فان. سقراط انسان، يبقى علي فان. العباره هنا دي صادقه القضيه، سقراط انسان صادقه، علي فان صادقه لانه علي انسان برضه، بس هنا النتيجه لا تلزم عن المقدمه فتعتبر الحجه دي ايه؟ حجه فاسده. نتكلم بقى على جزئيه الصياغه اللفظيه للحجج الاستنباطيه. ازاي نعمل صياغه لفظيه للحجج الاستنباطيه؟ انا عندي في القضيه بتاعتي ثلاث اربع خمس روابط. رابط السلب او النفي، رابط العطف، رابط الشرط، رابط الفصل، رابط التشرط. رابط السلب او النفي ده بيكون ما بين قضيه سالبه وموجبه. ازاي؟ دايما رابط السلب او النفي ما يكون من قضيه واحده، قاف وبالتالي ما هنسميها قاف شرطه، قاف على شرطه. بقول ايه؟ احمد طالب بالالسن. لو افترضت ان القضيه دي سابقه هيبقى نفيها كاذب، والعكس لو دي كاذبه يبقى النفي بتاعها صادق. الرابط الثاني اسمه رابط العطف. رابط العطف بيكون باللغه العربيه اللفظ بتاعه واو او كلمه لكن. واو كلمه ايه؟ لكن. الصياغه الرمزيه بتاعته او الصوره الرمزيه، القضيه دي احمد مهندس لكن علي طبيب. احمد مهندس لكن علي طبيب. هنجيب الجملة الأولانية أو القضية الأولانية ونديها رمز قاف، القضية الثانية نديها رمز إيه؟ لام. الرابط لكن هنا تعويضًا عن كلمة لكن أو حرف لكن هنحط نقطة. يبقى أنا كده حولت العبارة أو الجملة من الصيغة الطبيعية للصيغة الرمزية. أحمد مهندس لكن علي طبيب. قاف أحمد مهندس. لام علي طبيب. لكن عوضتها بالنقطة. ازاي دوال الصدق لهذا الرابط؟ دالة الصدق لرابط العطف بتكون كالتالي: